هذا وتزخر مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سمو رئيس الوزراء الموقر بالإنجازات الجليلة في مجال خدمة الإنسانية وإرساء مبادئ وسبل التعايش والسلام من خلال عدد من المبادرات والجوائز العالمية التي تحظى باهتمام دولي واسع تقديرا لأهدافها النبيلة ورسائلها السامية. المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي استحقتها نتيجة أعوام من العمل الدؤوب والجهد المضني على أيدي رجالاتها الوطنية الذين لم يدخروا جهدا في خدمة وطنهم وشعبهم، بل تعدوا ذلك لخدمة المجتمع الدولي على اتساع مسؤولياته وتحدياته من خلال مبادرات دولية تفردت بها البحرين وتركت بصمتها على مستوى المنطقة والعالم. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومن خلال دوره ومبادرات سموه المحلية والعالمية والتي استمرت بفيض عطائها الجزيل على مدار عقود حافلة مضت، بات أنموذجا للشخصية الفاعلة على الصعيد المحلي والعالمي التي لم ينحصر اهتمامها على قضايا محيطها، وإنما تعدت ذلك للتفاعل بإيجابية على مختلف القضايا الدولية المهمة وفي مقدمتها قضايا التنمية المستدامة. لسموه وبمكانته السياسية الجليلة وخبراته المتراكمة وشعبيته الواسعة، بات المواطن والإنسان الذي لا يتوقف عن خدمة وطنه ومجتمعه المحلي والدولي، فمجلس سموه حفظه الله لا يخلو من حديث إنساني واستقراء لأوضاع المجتمع وتفاصيل حياته، بل وحلحلة معضلاته، ليكون بإنسانيته المعهودة أقرب ما يكون المسؤول إلى شعبه، وبوقار شخصيته أقوى ما يكون المسؤول لصون مصالح شعبه وحفظ حقوقه، وبخبرته أحرص ما يكون المسؤول لخدمة وطنه ورفعته على مختلف المجالات. فقد دأب سمو رئيس الوزراء الموقر على تقديم المبادرات الإنسانية والمجتمعية الفريدة، ومن بينها جائزة سموه للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى تمكين المجتمعات الفقيرة من تحقيق مستويات متقدمة في مجال التنمية الحضرية، وذلك تجسيدا لإيمان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة دعم كل الجهود الدولية المبذولة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للإنسان أينما كان في كل ربوع العالم. مسيرة العطاء والتنمية التي أبحرت بها مملكة البحرين بشراع الجد والاجتهاد من رجالات يتصدر قائمتهم رئيس الوزراء الموقر، لم تبخل بعطائها وإلهامها خدمة للمجتمع الدولي الذي باتت البحرين جزءا لا يتجزأ منه، تشارك في قضاياه وتبادر لحل مشكلاته وتسهم في تحقيق إنجازاته وتطلعاته، نتيجة لما شهده العالم من تطور ملموس وحقيقي لواقع البحرين اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا، رغم ما يواجهه العالم من تحديات عديدة تتطلب رؤية حكيمة وشخصيات دولية بمكانة سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله.